ناخد كابتن ابو رجيله. اتفضل. كان ليه ذكريات معاك؟ طبعا. ها؟ حبيبي طبعا. كابتن ابو رجيله. يا حبيبي. مساء الفل هيب، ومعاك احسن صانع العاب في الكره المصريه. حبيبي حبيبي يا شيخ المدربين. لما هو احسن. ازيك يا حبيبي؟ لما هو احسن صانع العاب في الكره المصريه سبتوه يمشي ليه من نادي الزمالك؟ لا هو كان في رئيس نادي وما كانش عارف حاجه وتقريبا ما اتفقوش، وربنا كرمه. وما انت عارف ساعات الانسان بيبقى في حته مقفوله عنده، لكن ربنا سبحانه وتعالى وداه حته كويسه بمرتب كويس. وبعدين برضه لما تيجي تبص كده هو لعب في ناديين كبار. طبعا 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 طبعا. احنا بس احنا يعني نسرد التاريخ من القلائل لعبتي في نص الملعب، يعني من القلائل. حبيبي حبيبي يا كابتن يعني مصر. لو حبيت اتكلم النهارده على الكابتن رضا عبد العال، هل في لعيب في مصر دلوقتي زي رضا عبد العال؟ لا 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 لا. لو انت انا 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 شفت كابتن طه البصري، شفت حسن شحاته، شفت فاروق جعفر، ايوه، شفت احمد عبد الحليم. خش بقى على رضا عبد العال، وخش على حماد عبد اللطيف. يا سلام. انا مش لاقي حد زيهم دلوقتي. والله ده انت منقي يعني ايه؟ يعني ممكن يكون خلاص. بعد كده في ابو تريكه، في حازم. حازم امام طبعا. بس انا يعني حازم امام لما جينا الزمالك انا كنت بشتغل في السعوديه، بس حازم امام برضو من اساطير كره القدم في مصر. لكن في الفتره اللي لعب فيها رضا كان في مجموعه لاعبين مش ممكن اي حد يقدر يقعد حد. صح. لكن هو رضا جه من مكان بعيد من الامريه، انه يجي 100 عقبه ويبقى لعيب اساسي وياخد بطولات ويبقى ليه سعر كبير، وهو ما كانش عامل الحساب ده كله. واتحايل كتير على جلال بيه الله يرحمه عشان يستنى. لكن هو يعني اداهم فرصه كبيره لغايه لما بقى للنادي الاهلي. انت عارف النادي الاهلي بيقدر يشتغل كويس عشان ياخد اللعيب يعني. والنادي الاهلي لما خد رضا ما خسرش حاجه. ده بسم الله ما شاء الله. رضا قعد ناس كتيره وربنا يوفقه ويكمل مشواره. ايه اكتر لما تشوفه برضه بيتكلم في الكوره. لا ده بيتكلم في الكوره ده عنده خزنه. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. حبيبي احنا بنتعلم منك والله العظيم يا كابتن. الله يخليك. والله العظيم انت استاذنا اقسم بالله. كابتن ابو رجيله. كابتن ابو رجيله هقول لك بس على قدنا الحمد لله. احلى موسم عملته في نادي الزمالك مع الكابتن ابو رجيله. لا والله شوف كان الكابتن عصام بيجي ابويا والكلام ده. بس احلى موسم عملته في تاريخي في نادي الزمالك سنه كام؟ كان مع 90 بقى انا كابتن صح؟ 90؟ ايوه. يا 90. رضا نعم. انا عايزك تقول للمغيب انت كنت بتلعب كان مين معاك في الفريق؟ ده كان في ايمن يونس. ادي له اسماء كده. هل في عفه نصار دلوقتي؟ ومجدي طلبه. وفي حماد عبد اللطيف طبعا. وفي طارق يحيى وفي جمال عبد الحميد وفي لا 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 ده كان في وفي مدحت مكي وهشام ياسر لا ده احنا بنتكلم على الحته بتاعت نص الملعب يا كابتن. لا واحمد رمزي وعفه نصار ونبيل محمود ونبيل محمود الله يرحمه. لا لا وحسين عبد اللطيف وخالد جلال ما شاء الله. طب ايه الموقف اللي ما تنساهوش لكابتن رضا يا كابتن ابو رجيل؟ لا الرضا سئيل يعني. الرضا سئيل. الرضا في الملعب ممكن يرقص اللي في المدرج وهو ولا بيبتسم ولا بتاع، كانه ما عملش حاجه. الناس قاعده تصرخ. الناس قاعده تسقف وهو كانه ما عملش حاجه. لا ده 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 المفروض يتحكم يعني يتحكم عليه بماتشين. طب ايه موضوع التعابين ده؟ لا ما كانش هناك. كانش هناك؟ لا لا ما كانش هناك. تمام. طيب تعبين ايه ده الناس كتيره بتجي تعبين يعني ده الناس تعبانين ولا تعبين ايه؟ لازم يدي لها الحته. والله وحشنا يا كابتن ابو رجيله والله العظيم. ثلاثه ازيك يا مهيب يا جميل؟ وحشني والله يا كابتن. شفت ازاي ربنا يخليك. شفت ازاي اكرامي ليه مزعله ليه؟ ده حبيب قلبي. لا انا اقدر. ده حبيبي كابتن اكرام. بقول لك كابتن انت بتقول الزمالك فاز قال لك يا اخي في ايه يعني؟ انا قلت له مبروك للزمالك بقول له هارد لك. لا انت بتجيب بسم الله ما شاء الله لعيبه. انا شخصيا ما اعرفش خمسه سته من لكن دلوقتي انا ممكن امسك ورقه وقلم اعدي لك 15 في نادي الترسانه.
و15 في الاسماعيلي أيوة. و15 في المصري و15 في الاتحاد و15 في الزمالك و15 في الاهلي دلوقتي ما اعرفش حد خالص. ربنا يديك الصحة يا كابتن، وبنسعد بصوتك بس معانا، وإن شاء الله تبقى معانا كده قريب بإذن الله. الله نعمل حلقة كده جامدة إن شاء الله بإذن الله، لأن أنت تستاهل كتير جدا. أنت واحد أنت ناجح من غير أي حد يعني، ربنا يخليك. ده لا ده ده شرف ابن الأمنية، ده ابن الحي الشعبي الجميل دوت. أيوه جميل، الأيام دي بشوف صورته هو وأولاده، ربنا يحميهم له يا رب بحاجة. ربنا يبارك لك بشكر كابتن، بشكرك كابتن أبو رجيلة لينا يا رب، وبالتوفيق إن شاء الله ليك، ونطمن عليك دايما كابتن أبو رجيلة.